معنى السلفية المفهوم الصحيح للإسلام، بمعنى المنهج الذي كان عليه السلف. هل كراهية التعدد يعد ناقضا للإسلام؟ وما نصيحتكم للنساء اللاتي يعارضن التعدد ويطلبن الطلاق؟ أولا، إن كان يكره الشعيرة نفسها، يكره هذه السنة، فهذا ركب شعبة من شعب الكفر، فليتق الله. عدد أو لم يعدد هذا شيء آخر راجع إليه هو، لأن الله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة الآية. قال أهل العلم: الأصل هو التعدد والاكتفاء بواحدة رخصة، فالممنوع إذن هو كراهة هذه السنة. هذا هو الذي يعد من نواقض الإسلام، وقد فصلنا فيه في حينه وخلصنا إلى أن المرأة لها حالتان: الحالة الأولى كراهية أن يشاركها أحد في زوجه، يعني كراهية أن يتزوج زوجها عليها، هذا أمر فطرت عليه، وإنما يحرم عليها أن تؤذيه في نفسه أو ماله أو تستعدي أهلها أو أهله، هذا هو الذي يحرم عليها، وهذا هو الذي يترتب عليه الوعيد الشديد: وإن هجرت فراشه فهي ملعونة حتى تصبح، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحالة الثانية أن تكره هذه السنة، فهذا كفر. نعم. وما علمنا مسلمة تصنع هذا ولله الحمد، وأنصح بناتنا المسلمات أن ينقذن لحكم الله عز وجل، فإذا تزوج زوجها أخرى أن تضبط نفسها وأن تتحكم في عاطفتها وأن تحكم العقل، ولا تعادي زوجها ولا تعادي المسكينة الأخرى. وأنصح الرجل الذي عدد أن يعدل بين نسائه في المبيت والكسوة والسكنة، كل ما يقدر عليه عدل فيه. نعم. تقول: وما نصيحتكم للنساء اللاتي يعارضن التعدد ويطلبن الطلاق؟ هذا خطأ. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت طلاقها بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذه جمعت بين مصيبتين، إحداهما يخشى عليها من الكفر بسببها، وهي معارضة التعدد، فهذه أقل ما يقال أنها سفيهة، يعني إذا قيل أنها تعارض زوجها وتناقشه وتحاجه ألا يعدد، هذه سفيهة، وإن كانت تعارض شرع الله فهذه كافرة. الجريمة الثانية أنها سألت الطلاق بغير ما بأس، هذا ليس فيه بأس. نعم. وقد ذكرت حين تكلمت على هذه المسألة في ناقض ماضى، أظن أنه الخامس أو السادس، لا أدري الآن، والخامس الخامس نعم. نعم، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن كنا يجتمعن عند صاحبة الليلة، فيتسامر الجميع ما وقتا ثم تنصرف كل منهن إلى بيتها، فلماذا لا يكون لكن يا نساء المسلمات في أمهاتكن أسوة حسنة؟ فنعمة الأسوة. ولما تزوج زينب رضي الله عنها، لما تزوج صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، كان يتقرى الحجر، يعني يتتبعها، فكلما مر على واحدة سلم،
وردت عليه السلام، ثم تقول: يا رسول الله كيف أهلك؟ بارك الله لك فيها. أما الآن السفيهات أظن إذا قال السلام عليكم تقول: لا، لا عليك سلام ولا بارك الله لك. هذا الشيطان أزهن أزأ. نعم.